الله معكن. اليوم مبلش الربيع، اليوم عيد الأم. بعرف أنه هاليوم مثل ما بيحمل زهور ملونة وحلوة وطبيعة جميلة، كمان ممكن يكون حامل للبعض منكم ذكريات حزينة، لأم رحلت، لأم موجوعة، لأم عم بتعاني. بس أبداً أبداً ما بدنا نجعل من هاليوم يوم بؤس ولا يوم حزن. كل الأغنيات اللي بتنعمل بالمناسبة دايماً هيك بتكون حزينة وموجوعة وباكي. بحب أنه نغير هيدا التقليد، حتى الأمات اللي تركونا وفلوا وراحوا على أعلى سما أكيد بحبوا بهاليوم بالذات يشوفونا مبسوطين وحلوين ومشرقين ولابسين ألوان الربيع. تعوا منخيب لهم ظنهم. حتى الأمات اللي مرضى، اللي موجوعين، اللي عم بيعيشوا يمكن أسوأ اللحظات، هني كمان بحاجة لحب، لدعم، لفرح، لضحكة. ولا مرة أم غير ما بتتمنى كل الضحكات لأولادها، للحياة، للكون، وبتهديهم بألف طريقة وطريقة. تعوا منحول هاليوم ليوم حزين نفرح فيه، لو شو ما كانت الظروف، لو قد ما كانت الأمات تعبانة وموجوعة. لكل الأمات اللي بخسروا ولادهم، خسروا أزواجهم، خسروا أحبائهم، هاو الأمات كمان مناضلات ومقاومات، حتى لو اتشحوا بالأسود من برا بس من جوا بيضل عندهم الربيع مزهر والأمال. كذلك ما بتقدر تكون أم وفاقدة للحياة، ما بتقدر تكون أم وفاقدة لروح الربيع ولروح الحب. تعوا وين ما شفنا أم، كيف ما شفناها أو التفتنا وطلعنا، نعيدها، نعرفها، ما بنعرفها. النساء اللي هن مشروع أمهات صالحات بس ما عم بيقدروا ينجبوا أو ما عم بيقدروا يعيشوا هاللحظات الحلوة، كمان هو بيستاهلوا صلواتنا. كل الأمات، كل الأمات، كل مشاريع الأمات، كل حتى البنات الصغار اللي منشوفهم اللي هن مشاريع أمات، خلينا نتمنى لهم كل الحب وكل الأمان وكل الفرح، ونشد على إيدهم ونفرح معهم. هالعيد عيد فرح، أبدا ولا مرة حلو يكون غير عيد فرح وقوة وصمود وشجاعة وكل شي حلو. كل شي بيعطي قوة وبيعطي فرح وبيعطي تقدم. الأم هي اللي بتشيلنا كل يوم من تختنا لحتى تقلنا قوموا واجهوا الحياة. ما بدنا اليوم لو قد ما كانت الظروف صعبة أنه نتراجع أو نحبط أو نبكي أو نقول أنا من وقت ما ماتت أمي، بعيد الشر عن أماتكم، بعض الناس بيقولوا هيك، أنا من وقت ما خسرت أمي أو من وقت ما ماتت أمي أو من وقت ما فلت أمي ما بقى عيد هالعيد. أبدا، جربوا أنه عن جد تعيدوا، مش بس بأماتنا نحن، بأمات أي حدا، أي أم قوية، أي أم ناجحة، أي أم مناضلة، نعيدها لو ما منعرفها، لو يمكن تطلع فينا وتقول شو خصكم، أو ما رح تقول هيك، بس أنه في حال تطلع فينا أنه منين جيتوا أنتوا شو بدكم، أو إذا بعتني لها SMS، أو إذا عيدناها بالمطلق، أو طبعا بالنوايا أنه نحن ندعي لها من قلبنا. خلي هاليوم يكون يوم صلاة هيك من القلب ودعاء من القلب، وكتير عبالي انه نصلي سوا لأم هالكون ولأم يسوع المسيح مريم العذراء. يا رب يا رب يا رب، بهاليوم المبارك اللي أكيد أبواب السماوات عم بتبارك هاليوم وعم تبعت النعم لكل واحد منا، جعلنا أول شي نعرف نستقبلها،
نعرف قيمتها، نعرف نلاقي لها مطرح بعشقة هالكون وهالدني والاتصالات والمواعيد والخوف من البكرة. يا رب بهاليوم اللي بتحتفل فيه معنا السماوات بعيد الأم، جعلنا نقدم حياتنا وعمرنا وقراراتنا وفرحنا للأم، لأهم أم بهالكون، أم يسوع المسيح، اللي ولا مرة غير ما بينت لنا ابتسامتها رغم كل الظلم ورغم كل الوجع اللي عاشته. هالأم الحلوة، هالأم الطيبة، هالأم العطوفة والمحبة، هالأم اللي دايما 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 فاتحة إيديها لتستقبلنا عند كل تجربة مرة، عند كل وجع أو حزن. يا مريم، من كل أقاصي هالكون، من كل مطرح عم يسمعنا بهالوقت، من كل قلب أم موجوعة أو تعبانة أو ما عم تقدر تكون أم، منصلي لكل الأمات اللي موجودات عندك فوق، أكيد عم ترعين بحبك وبأمانك. نطلب حضورك على هالأرض المليانة أحقاد وبشاعة. يا مريم أمنا كلنا من عيدك، نطلب أنك ما ترفضي ولا طلب من طلباتنا اليوم. نطلب رعايتك وحنوك يكونوا معنا بتفاصيل هالنهار وبكل الأيام اللي جاية. يا أحلى أم لهالكون، رعي أمهاتنا، نجيهم من الأمراض الخطيرة، من الأحزان، من الاكتئاب، خففي أوجاعهم. لكل أم عايشة بلا طفلة أو انحرمت منه، لكل أم زعلانة ومقهورة وفاقدة كل شعور بالأمان، لكل أم مهجرة ومهجرة عيلتها معها من بلدان ما عادت تشعر فيها بالأمان وبالحب وبالراحة. يا مريم منسلمك أماتنا، منسلمك أطفالنا، عيلنا وحياتنا. باركي من فوق، باركي 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 هالكون كله، واعطينا السلام ليتوق لألو هالكون المليان حروب وجشع وبشاعة، وكوني معنا. أمين.